مس الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. رجعت لكم اليوم فيديو جديد من قلب الطبيعة، من قلب الخضر، باش نحكي لكم على كتاب اسمه Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà. كتبتو رافائيل جيوردانو. تصنيف الكتاب روائي قصصي في ال يقدر يدخل فرانس كيفاش نقولوا تنمية ذاتية بسيكولوجي، يعني من هذا النمط. قصة الكتاب تبدأ مع بطلتها كاميل، في عمرها امرأة في عمرها 38 سنة، متزوجة، عندها طفل وعندها عمل يومي، لكن كاميل هذه تعيش في حالة ركود. لحقت لواحد المرحلة في حياتها تحس باللي راهي ستاغني، حياتها راهي ثابتة وما كانش حركة، ما كانش نشاط، ويعني الكلمة اللي تلخص بتدخل المرحلة اللي راهي فيها هي ركود. واحد النهار صرا لها اكسيدون في الطريق، وبمحض الصدفة تلاقى انسان واسمه كلود. ما حاش نقول لكم واش يكون كلود، وما حاش نقول لكم كيفاش هتطور العلاقه، لكن الحوايج اللي خرجت بهم من هذا الكتاب انه العلاقات بزاف 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 مهمه في حياتنا. جوده العلاقات هي اللي تقدر تقدمنا للور، تقدمنا للقدام ولا ترجعنا للور فريمون. يعني هذه اول حاجه. ثاني حاجه، التغيير يبدا من حوايج فريمون فريمون صغار صغار صغار، ويقدر يبدا من برا من لونفيرونمون تاعنا باش يجي للداخل. ثالث حاجه، قوه الحب، وفي اي حاجه نحطوها كيفاش يقدر يكون عنده تاثير سحري، ولا في قوة العلاقات تاعنا كيفاش علاقتنا بالمحيط ولا بالناس اللي معانا كيفاش يقدر يكون عندها لمسة سحرية. يعني الحب كيفاش يقدر يكون عنده لمسة سحرية. ثالث ولا رابع حاجة نسيتو شنو النقاط اللي راني نذكر، تسامح، شحال يقدر يكون مهم 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 في علاقاتنا ومع ماضينا ومع الأذى اللي نقدر نكونوا تعرضنا له في الماضي ولا في الطفولة. شحال يقدر هذا التسامح يطوي صفحة جديدة ويمد قوة جديدة، ونقدر نشوفوا العلاقات بطريقة أخرى، ولا نقدر نبدأ نفهموا علاش الحوايج اللي مرينا بهم مرينا ولا عشناهم بهذيك الطريقة، ممكن نبداو نفهمو. فوالا، يعني أنا كان الإحساس تاعي مريح جدا بعد ما كملت الكتاب. حبيت الكتاب، حبيت القصة، حبيت علاقة كاميل وكلود، وحسيت باللي مليح يكون كل واحد فينا عنده هذا النوع من العلاقات اللي يقدروا يبدلوا له حياته للأفضل، ويقدروا كيفاش نقولوا يرفعوا من معنوياته، إنجازاته، من الآخر يقدموا للقدام. ومام إذا هاد العلاقات نقدروا نتلاقاو غير باش نحكيو ونقصروا ونفرغوا على قلبنا. يعني إذا كان خلاصة واحدة من هذا الكتاب هي أنه توجور كاين فرصة تانية باش نعيشو، كاين فرصة باش نخرجو من الركود، باسكو هي قصة من آلاف القصص، وبلك ما محنا نتعرضوا في حياتنا للركود تام. بلك ما على باليش اذا الناس عاشوا هذا الشيء ممكن يفهموا واش راني نقول. وثالث شيء انه العلاقات المحيطه بنا ولا الناس اللي نتعرفوا عليهم جدد عندهم قيمه، ويقدروا يبدلوها
للأحسن إذا كانت عندهم أكيد قيمة مضافة. إن شاء الله تكونوا ديتوا فكرة ولا لمحة على الكتاب في هذا الفيديو. إذا كنتوا قريتوا الكتاب حطونا في لي كومونتير واش الانطباعات تاعكم بلا ما تحرقوا الكتاب باش نشجعوا انه الناس تقرا. وهذا ما كان، تهلاو في روحكم ومع السلامه.